تاجر ثري عاش في زمن بعيد، وكان كريما طيب القلب، لا يترك شخصا قصده دون إعطائه شيئا، ولا أحدا ينام جائعا. وفي كل يوم الفقراء والأيتام متزاحمون أمام باب داره بانتظار عودته. وكانت امرأة التاجر منزعجة من هؤلاء القوم الذين يأتون، ليس فقط من قريتهم، بل أيضا من القرى المجاورة. وطلبت من زوجها أن يكف عن تبديد ثروته ويكتفي بمن في زقاقهم من المحتاجين، لكنه قال: إني أخاف أن يسألني ربي: لماذا لم تتصدق على عبادي مما أعطيتك؟ وحينئذ لا أعرف ما أجيبه. قالت: إن واصلت على هذا النحو فلن يطول الأمر كثيرا لكي نصبح مثلهم. رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب ساعدني على فعل الخير واجعلني من عبادك الصالحين. وكان للتاجر عصفور صغير يطعمه بيده ويحكي له عن ما وقع له كل يوم. وفي أحد الأيام قال له: لقد كانت امرأتي على حق، فنحن نعطي أكثر مما نربح، ولكن إن بقي لي فلس واحد سأعطيه لأحد المحتاجين أيضا. وجاء اليوم الذي لم يبق له شيئا، فأغلق المتجر وعمل في رعي الأغنام، ولم يندم في يوم من الأيام على ما فعله من خير. وكانت امرأته توبخه على ما آل إليه وضعه، وقالت له: لقد أصبح حالنا مثل الفقراء الذين كنت تعطف عليهم. قال: ما زالت عندنا الصحة، وهذه أكثر أهمية من المال. صخرت منه وقالت: ما يهمني هو أن تتدبر أمرك لإحضار مأكلي وملبسي، وإلا سأترك البيت، فأنا لا أطيق الفقر. لم يغضب منها، فقد كان رجلا طيبا وعاذرها على قسوتها معه، فلقد تعودت على حياة العز. أما هو فقد عرف الفقر عندما كان صغيرا، لذلك كان يعطف على الفقراء ولم يغير الثراء في طبعه. وفي أحد الأيام بينما كان يرعى قطيعة، شب حريق في الغابة وشاهد من بعيد قطة سوداء صغيرة تحاول النجاة من النار، فأخذته الشفقة عليها ودخل وسط النيران وأنقذها. لكن فوجئ بها تتكلم وقالت له: أنا ابنة ملك الجان، ولا بد من مكافأتك. وفجأة اختفت، وسمع صوتا يهمس في أذنه ويقول: لا نقدر أن نكافئك بالمال، فنحن لا نملك منه شيئا، لكننا سنعلمك لغة الحيوان على شرط أن لا تخبر أحد، وإلا جزاؤك الموت. الآن بإمكانك الاستماع إلى الحيوانات وهي تتكلم، وستعرف أسرارا لا تخطر على بالك. لا تظهر أنك تفهم، لأنهم قد يؤذوك. اجعل سرك في قلبك. استيقظ الرجل من نومه وجد القطيع يرعى أمامه، فقال في نفسه: لا شك أني كنت أحلم، لكنه حلم ممتع جدا. وفي طريق العودة مر أمام مستنقع كبير، ووجد مجموعة من الضفادع تقفز بمرح، وقالت إحداهن: لولا هذا الصندوق في القاع لما أمكننا القفز، إنه قديم له مئات السنين هنا. ومنذ زمن بعيد كان هذا المستنقع جزءا من نهر كبير تبحر عليه السفن. أدرك التاجر أن حكاية القطة السوداء بنت ملك الجان حقيقية، ومن الواضح أنهم جعلوا له سحرا لينام ونقلوه إلى الغابة لكي لا يعرف مكانهم. وتساءل: ما هي قصة الصندوق؟ ما سمعته يبدو عجيب. على كل حال المستنقع ليس عميقا، سأذهب لأرى ما فيه. كان الصندوق ثقيلا ولم يسحبه إلا بشق الأنفس. نظر إلى الصندوق وقال: لم يعد يحتاج لمفتاح. أخذ حجرا كبيرا وضربه به فانفتح، وتناثرت القطع الذهبية. أخذ جرابا وملأه بالذهب، وحفر حفرة أخفى فيها الصندوق. ولما رجع إلى بيته قال لامرأته: لقد وجدت كنزا وأحضرت معي ما يكفي. قالت له: أين وجدته؟ أجاب في المستنقع. قالت: كيف؟ قال: دلني عليه الله. قالت: أتمنى أنك استوعبت الدرس وستحافظ على مالك هذه المرة. أجابها: لأني كنت كريما مع المحتاجين، فالله رزقني أضعاف ما كنت أملك. ألا تعتقدين أن هناك ربا عادلا في السماء؟ سكتت لحظة وقالت دون شك: ولكن الكثيرون وجدوا كنوزا ولم يتصدق منهم أحد، وسأحاسبك على ما تنفقه من مال، والويل لك إن زاد عن الحد. غضب الرجل من كلام زوجته وتهديدها له، ذهب إلى العصفور ليشكو له حاله كما تعود أن يفعل، لكن الآن كانا يفهمان بعضهما. وعندما أتم كلامه قال له: لا تقلق يا رجل،
فالله يمتحن صبرك، ولما يأتي الفقراء إليك ابنى لهم ملجأ يأكلون فيه ويحسون بالدفء في الشتاء، واجعل عليه وقفة. استغرب التاجر من حكمة العصفور وقال في نفسه: لله درك يا ملك الجان، فما تعلمته من لغة الحيوان أفضل 1000 مرة من الذهب والمال. نفذ التاجر رأي العصفور واشترى بصندوق الذهب أرضا بنى في طرفها ملجأ، ولم يعد الفقراء يأتون فقط لحاجتهم، بل أصبح الكثيرون منهم يعملون في الزراعة، وتحسنت أحوالهم، وبارك الله في تلك الأرض، وبنى التاجر فيها مسجدا، ودعا الناس له بالخير والرحمة. وفي أحد الأيام ذهب التاجر مع امرأته لزيارة أهلها، وكان الرجل يمشي مسرعا، فرأى طيرا يحلق فوق منه ويقول: تمهل يا رجل ولا تسرع، ألم تعلم أن المرأة تحمل جنين؟ كان التاجر يستمع بانتباه، وفرح عندما علم أنه ينتظر مولودا، فقال لامرأته: هنيئا لك بما تحملينه في بطنك، سأقيم وليمة أدعو لها كل الناس عندما نرجع. تعجبت المرأة وقالت: كيف عرفت؟ قال الرجل: لقد أحسست بذلك فقط. قالت المرأة في نفسها: هذا الرجل يخفي سرا، قبل أشهر وجد كنزا ولم يفسر لي كيف، وفي بعض الأحيان يخبرني عن أشياء لا أصدقها، لكن يتضح أنها حقيقة، سأراقبه لأعرف ما يخفيه عني. له معي حمولة قافلة من الليمون والبرتقال، وقد أنجبت زوجتي غلاما، وأريد أن أرجع لأراه، سأبيع لك ذلك مقابل كيس من الذهب. فأخرج التاجر ما تبقى من الكنز ودفعه له. كانت امرأته تتلصص عليه كل يوم، وعندما رأت كل تلك الحمولة جاءت إليه وقالت له: يا أحمق، من سيشتري كل ذلك؟ فالقرية صغيرة وستفسد الحمولة ونرجع فقراء كما كنا. قال: الرزق بيد الله. فغضبت منه ولم تعد تكلمه. حزن التاجر وقال: قد يكون كلامها صحيحا، لقد أردت فعل معروف في الرجل. كان ينظر إلى النافذة عندما حط عصفوران، وقال أحدهما: لابد أن نرحل غدا من هنا، فسيتغير الطقس ويحل برد وثلج ويسوء الحال هنا. قال التاجر في نفسه: لن أبيع الآن بعد مدة، سترتفع الأسعار، كل ما علي فعله هو الانتظار. كانت امرأته تراه جالسا فتسبه وتقول: باع بضاعتك لعلك تسترجع جزءا من خسارتك. لم يعد يطيق كلامها وقال: من الأفضل أن تستعدي للبرد القارص، وتعدين لنا غطاء دافئا، وتضعين حطبا بجانب المدفأة، وفي انتظار ذلك دعيني وشأني. قالت له: سأجعلك تندم على وقاحتك أيها الأحمق. جاء الشتاء على غير عادته مبكرا، وكانت الأيام باردة جدا، ومرض الناس، وكثر السعال والحمى، ووصف الأطباء لهم الليمون والبرتقال الذي غلا ثمنه، وانقطع من الأسواق. سمع التجار أن رجلا عنده حمولة كبيرة اشتراها قبل أيام، فازدحموا على باب داره ومعهم صناديق من الذهب والمجوهرات. نظر التاجر إلى امرأته وقال: سبحان الله، بالأمس ازدحم الفقراء على بابي، واليوم يزدحم أعيان القوم. وفي المساء كانت داره قد امتلأت بالذهب، حتى تحيرت امرأته من كثرته وتعدد ألوانه. وفي أحد الأيام وصلها خبر الملجأ والأرض، فقالت لزوجها: أنا متأكدة أنك من فعلت ذلك. أجابها: وما يعنيك من الأمر؟ هل ينقصك شيئا؟ قالت له: سمعت أن الأرض خصبة، وهي تدر كثيرا من المال فوق حاجة الفقراء، قل لي ماذا فعلت بما تربحه؟ قال الرجل: بنيت مسجد ودار للأيتام ودار للمرضى، وأجريت النفقة على الأطباء. قالت الزوجة: كل ذلك ألم تتعظ مما جرى لك بسبب الفقراء؟ رد عليها: اتق الله، ألم يكفيك ما عندنا من ذهب وياقوت لتنافس الفقراء في لقمة عيش يأكلونها؟ قالت: الله يعطيهم كما أعطاك. اسمع، أعرف أن وراءك سرا سترويه لي، والويل لك إن لم تقل الحقيقة. سأغلق بيتي ولن تدخله، وسأخبر الناس أنك عارف بالسحر، وهذا سر ثرائك. فزع التاجر لما سمع ذلك وقال في نفسه: سأخبرها بسري، فوالله الموت أفضل 1000 مرة من تهمة تلاصقني في حياتي، فالناس تصدق كل ما يقال إليهم. ذهب إلى العصفور
واشتكى له من امرأته وقال: سأخبرها بكل شيء وسوف أتجه للموت كما قال ملك الجان. رد العصفور وقال: إن فعلت ذلك من سيساعد الفقراء والضعفاء، يسعدك أن يرجع بهم الحال كما كان في السابق. أعطي امرأتك ما تملك وعش في أرضك، فالحياة لا تساوي جناح بعوضة ولا تحمل في قبرك إلا فعلك. شكر التاجر العصفور على النصيحة وذهب إلى القاضي وتنازل عن أملاكه، لكن بقيت الأرض لأنها وقف على أعمال الخير. وقال لامرأته: أرجوك لا تقتربي مني، وإن فعلت سأرمي عليك يمين الطلاق. الآن بإمكان كل واحد منا أن يعيش الحياة التي يهواها. أنا وأنت لا نتشابه في شيء، لكن هذا حكم القدر. قالت المرأة: سأهدم البيت وأبني قصرا كقصور الملوك، وسأعقد صفقات مع كبار التجار. لم أحب يوما حياتك التي حرمتني فيها لتعطي لغيري. وبعد أيام اشترت قصر ووضعت فيه ذهبها، وعندما جاءت لتدخله اهتزت الأرض وانخسفت بالقصر وبكل ما فيه، ولم يبقى لها شيء، فلقد باعت كل شيء يذكرها بالفقر والناس البسطاء، والآن يشاء الله أن تصبح منهم. كانت تخاف أن ترجع لعائلتها لكي لا ترى العطف في أعينهم وتمد لهم يدها. قالت: أموت من الجوع ولا أسأل أحدا، الموت بعزة النفس أهون علي من قبول الحسنة. جلست أمام خرائب قصرها تبكي، وكان الناس يمرون أمامها ولا يهتمون بها، فيجيء الفقراء ويضعون لها طعاما أو مالا، وهي تتعجب كيف يعطي الفقير ويمنع الغني، لكنها لم تأخذ شيء. مرت بها 3 أيام على هذه الحالة حتى اشتد بها الجوع، وبدأت تستعطف المارة من أجل رغيف يابس. ذات يوم مر التاجر وهاله يجد أن بيته قد ابتلعته الأرض، وأن امرأته تحولت إلى متشردة كريهة المنظر والرائحة، فحملها إلى كوخ بناه في أرضه واعتنى بها شهرا حتى عادت إليها الحياة. وبعد أيام وضعت مولودا رائع الجمال، ولاحظ التاجر أنها لم تعد تشتكي أو تتذمر رغم عيشته البسيطة، فقد كان يعمل في الأرض كبقية العمال. وفي أحد الأيام وقفت بجانبه وقالت: سأساعدك إن كنت ترغب. استغرب منها وقال: ولكن هذا عمل الفقراء. ردت: وما شأنهم الفقراء؟ لقد شاء القدر أن يحبس رزقهم في الدنيا، ورغم ذلك فهم يحمدون الله ويقتسمون ما عندهم معك. أعذرني يا رجل، لقد أخطأت في حقك وضيعت مالك. رد عليها: أنت كل مالي وابني هو روحي، لنا كوخ يحمينا من المطر وعمل نأكل منه إذا نحن أغنى الناس، والحمد لله على هذه النعمة. يحكى أن امرأة فقيرة كانت تصنع كل يوم عجينة للصيادين والتجار لسد الشقوق التي تحدث في المراكب والسفن، وكانت تأخذ درهما مقابل العجينة التي تبيعها لهم لتشتري طعاما لصغارها. وفي يوم من الأيام وبينما هي ذاهبة إلى الشاطئ لتبيع العجينة التي صنعتها، وأثناء انتظارها للقوارب، جاء غراب وخطف العجينة من يدها وطار بها بعيدا. حزنت المرأة وبكت وهي تنادي ربها وتقول: يا رب، إن صغاري سيموتون من الجوع، فأنا لا أملك سوى هذه العجينة. يا رب، لماذا سمحت للغراب أن يسرقها مني؟ ذهبت المرأة المسكينة لحكيم القرية وأخبرته بقصتها وهي تبكي، وسألت: لماذا سمح الله للغراب أن يخطف العجينة من يدي وهو يعلم أنها الوسيلة الوحيدة التي أطعم بها أولادي؟ رد عليها الحكيم قائلا: الله لا يظلم عباده أبدا، أنت لا تعلمين حكمة الله في تدبير الشؤون، انتظري ولا تستعجلي، فإن الله سيعوضك أضعاف ما أخذه الغراب منك، لأن الله أعلم برزقك أكثر منك، وهو يحب عباده الصابرين، فكوني منهم. أثناء هذا الحوار طرق الباب، وعندما فتح الحكيم وجد 10 تجار أمامه يهللون ويكبرون من الفرحة، وأخبروا الحكيم بأن الله أنقذهم من موت محقق، فطلب منهم
أن يحكوا له ما حدث لهم، فقال أحدهم: نحن 10 تجار، كنا في عرض البحر، واصطدم مركبنا بأحد الصخور، مما سبب له تشققات، وبدأ الماء يتسرب للمركب، حتى كدنا أن نغرق، فدعونا الله تعالى أن ينقذنا من الهلاك، وفجأة جاء غراب يحمل عجينة وألقاها لنا، فقمنا على الفور بسد الشقوق في المركب، ونجونا بمعجزة من الله، وها نحن قد جئنا إليك ب1000 درهم صدقة لوجه الله، لتعطيها للفقراء والمساكين. نظر الحكيم للمرأة، وقال لها وهو يبتسم: تفضل المال، فإن الله اشترى منك العجينة مقابل 1000 درهم، بدلا من 1 درهم، اذهبي لتطعمي أطفالك، ولا تنسي أن تشكري ربك. العبرة من القصة: تأكد بأن الله إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه، فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه. فليكن الحمد لله شعارنا في كل لحظة، تعبيرا عن إيماننا وامتناننا، ولتكن ثقتنا به سببا لتفاؤلنا، ومحفزا لنا على مواصلة السعي نحو الخير. فلنردد معا: الحمد لله رب العالمين. ذهب عامل فقير إلى الصيدلية وقال للصيدلي: هل لديك مرهم للأسمنت؟ فضحك الصيدلي منه ساخرا وقال له: نعم لدينا، ولدينا مرهم للحجر وللحديد، هل تريد نوعية ممتازة مستوردة أم نوعية عادية مصنوعة في البلاد؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فقال الرجل مسرورا وكأنه قد وجد كنزا: أعطني النوعية الممتازة المستوردة. رد عليه الصيدلي وبنفس السخرية: إنها غالية جدا، أقول لك ذلك مقدما. ثم على صوت الصيدلي بالضحك، فرفع العامل يديه أمام الصيدلي وقال له: إني عامل أعمل في المعمار، وقد علق الأسمنت في يدي كما ترى، ولا أستطيع أن ألمس وجه ابنتي الصغيرة لكي أداعبها، لأنني أخشى عليها من تأثير هذا الأسمنت على وجهها، فأنا لا أنام حتى أحتضنها وأقبلها، فلمسي لها يمنحها سعادة قوية ويحفزها للنجاح. فكثيرا ما كانت في ضيق شديد بسبب زميلاتها من الأغنياء وقدرتهم على ارتداء أغلى الملابس، ولكن عند عودتي من العمل وجلوسي واحتضاني لها كان ينسيها كل ما يضيقها، وتعود لها ابتسامتها ومداعبتها. فأرجوك، إذا كانت النوعية الممتازة المستوردة التي لديك تزيل هذا الأسمنت، فأعطني إياها وسأتدبر ثمنها. في هذه اللحظة تجمدت الضحكات الساخرة للصيدلي على شفتيه، ورأى نفسه صغيرا كما لم ير نفسه من قبل، وتذكر كيف يتعامل مع أبنائه بغلظة وقسوة، حتى أنه لم يحتضن أطفاله منذ زمن، ولم يدللهم، ولم يحن عليهم أبدا. لذلك ابتسم للعامل وأعطاه كريما يزيل تشققات اليد ويعيد نعومتها، ولم يأخذ منه ثمنه، وقال له: لقد علمتني درسا غيرني كثيرا، وجعلني أشتاق لمداعبة أولادي، وجعلتني أؤمن تماما أن الفقر فقر القلوب وليس فقر الجيوب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. تزوج رجل من زوجة على خلق ودين، وبها من التقوى ما يجعلها هادئة وتتقبل كل الأمور بقلب راض مطمئن. وبعد عام من زواجها رزقت بطفل جميل أسعد قلبها كثيرا، إلا أن زوجها تزوج بزوجة أخرى
وأخفى زواجه هذا عن زوجته التي يحبها ويقدرها كثيرا. وقد علمت الزوجة بزواجه عن طريق الصدفة، ولأنها عاقلة وذكية وترضى بما قسم الله لها لم تعترض ولم تغضب، بل لم تخبر زوجها بأنها علمت بزواجه، وفضلت الصمت وقالت: الحمد لله، دائما اختيار ربي هو الأفضل لأنني أحبه وأحب كل شيء يقدره. ظلت الزوجة التقية الذكية مع زوجها تعامله أحسن معاملة وتهيئ له جوا من السعادة لا مثيل له، وظلت هكذا لمدة 16 عاما حتى توفي زوجها. حزنت الزوجة كثيرا على وفاة زوجها، وقد رزقها الله الصبر والثبات على فراقه، وظلت تذكر والدموع لا تفارقها محاسن زوجها أمام كل من حضر العزاء خاصة أهله، الذين تعجبوا كثيرا لوفائها وحبها لابنهم الذي تزوج عليها بعد عام واحد من زواجه بها. وبعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة، اجتمع أهل زوجها عندها ليخبروها بزواج ابنهم بزوجة أخرى، وكلما هموا بفتح الموضوع تراجعوا من الخجل، وبسبب مدح الزوجة في ابنهم طوال الوقت، والزوجة جالسة معهم وتعلم تماما ما يدور بعقولهم وما يريدون قوله لها. وبعد فترة بدأ والد الزوج الحديث وقال لزوجة ولده: يا بنيتي، هناك موضوع أريد أن أفاتحك فيه، وأرجوك أن تتفهميه وتتقبليه دون غضب أو إحداث مشاكل. قاطعته الزوجة وقالت له في هدوء: لا تقل شيئا يا عمي، أعرف أن ولدك قد تزوج بأخرى منذ 16 عاما، وقد عرفت من أول يوم لزواجه. رد الأب في ذهول: وصبرت كل هذه المدة ولم تخبريه، كم أنت تقية. قالت الزوجة: ليست تقوى فقط، هناك أمور تحتاج بجانب التقوى إلى حسن تفكير وذكاء، وهذا ما تعاملت به مع ابنك، فلو أني أخبرته بما علمت وغضبت وحولت حياته معي إلى نكد مستمر، كان سيقسم الليالي والمال بيني وبين زوجته الثانية، وكلما أغضبته تركني وذهب إليها، ولكن عندما استخدمت عقلي جيدا وأخفيت عنه معرفتي بزواجه أصبح عندي كل الليالي، ومصروفي لم ينقص شيئا، بل وكان يعاملني بحب كبير ورقة زائدة حتى لا أشك فيه وأعلم ما خبأه عني. لقد عاش معي 16 عاما بعد زواجه من الأخرى يعاملني كملكة متوجة، فماذا كنت أريد أكثر من هذا؟ قال الأب والذهول ما زال على وجهه ووجه كل العائلة: ما أروع إيمانك وما أكمل عقلك، لقد اطمأننت تماما على أحفادي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قصة حقيقية حدثت بالفعل. أحد الجيران توفيت زوجته وقد تركت له 3 من الذكور أكبرهم في الصف الثالث الابتدائي، وبعد وفاتها بعدة أشهر سمع الجميع بإقباله على الزواج بامرأة مطلقة بسبب استحالة حملها، فقال الجار في نفسها أنها مناسبة جدا لتفرغها التام لأولاده، وخاصة أنه يسافر كثيرا خارج محافظته لمحافظات أخرى مجاورة بسبب عمله، ويأتي لأسبوع واحد كل شهر. كانت الزوجة جميلة جدا في منتصف العشرينات، أنيقة جدا، حتى أن الجميع تعجبوا من كون فتاة كهذه ستربي 3 أطفال. مع مرور الوقت لاحظ الأهل والجيران مدى تغير الأولاد في الشكل والنظافة والدراسة وحتى طريقة الكلام للأفضل، نفسيتهم الهادئة جدا والمرح البادي عليهم طوال أوقاتهم ولباقتهم الشديدة. فقد اشتركت لهم في النوادي الرياضية لممارسة الأنشطة، وكانت معهم ذهابا وإيابا، لم يسمع الجيران أبدا أنها تعاقب أحدهم أو يعلو صوتها، بل كان الهدوء هو السائد دائما. حتى ذات يوم أصيبت بألم شديد في معدتي فاكتشفت حملي.
كان الأمر بالنسبة لها مستحيل، فذهبت لطبيب وآخر ليؤكد جميعهم لها أنها بالفعل حامل، فكانت فرحتها أكبر من أن يستوعبها أي عقل، وخاصة أن بعد شهرين أكد لها الطبيب أنها حامل بتوأم ذكر وأنثى. كانت تبكي من الفرحة وتشعر بسعادة لم تخطر يوما على بالها. وقبيل ولادتها قال لها الزوج: عند الولادة سأترك 3 أولاد عند أختي، ريثما تعودين من بيت أهلك بعد أن تستريحي من الولادة. انتفضت من مكانها وهي تقول: شو والله لا يحدث أن أذهب دونهم لمكان، سيبقى 3 معي في ولادتي وفي بقائي عند أهلي. وبالفعل كان ما قالت، وعند الولادة طلب منها الابن الأكبر أن تسمي المولودة الأنثى على اسم أمه، فلبت طلبه وفعلت لتغمر قلبه سعادة وحبا. وبعد عودتها لبيتها لم تهمل في حق أحدهم يوما، وكانت كلمتها الدائمة: 5 أولادي ولا أطيق عليهم أي أذى أو حزن يمس قلوبهم، اتقيت الله فيهم وعوضني الله بهم وبأبيهم وأكرمني بما حرمت منه. القصة حقيقة لأم وزوجة وامرأة عظيمة، كانت نعم المثال الذي يحتذى به لزوجة الأب. لا تقرأ وترحل فصمت، ضع لايك وصلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمحبي القصص والحكايات والنوادر.